هذا يقول أنا شاب ملتزم والحمد لله، وهناك من يأمرني بحلق اللحية وبالإسبال نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تحلق لحيتك ولا تسبل ثيابك، اتبع السنة وأنت على خير إن شاء الله. واصبر أنت، إذا التزمت بالسنة تبي تلاقي أذى من الناس، فاصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، ما دمت على حق فاصبر على ما أصابك من أذى الناس ومن لوم الناس. أما إذا كنت على خطأ فارجع عن الخطأ. نعم.